مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج وزاره النساء. محدش يقدر ينكر دور المراه في المجتمع. المراه هي نص المجتمع وبتقوم بواجبات اكثر من المفروض عليها في جميع المجالات. النهارده المراه بتحتل واجبات زياده وعبء زياده على أدائها الاساسي في البيت وفي المنزل والمهام اللي بتقوم بيها بشكل يومي. النهارده المراه دخلت جميع المجالات اللي في المجتمع من مجالات سياسيه ثقافيه اقتصاديه اجتماعيه، وفي الفتره الاخيره كمان زادت في المشاركه السياسيه. النهارده هنعرف المراه محتاجه ايه من حقوق والحريات الزياده اللي المفروض تنالها في المجتمع، وكمان المشكلات والتحديات اللي بتعاني منها في الفتره الحاليه. كل ده هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهارده الدكتوره زايده بيسا، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. مرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. النهارده يا دكتور هنعتبر حضرتك وزيره المراه. هنعتبر ان في وزاره افتراضيه للمراه وحضرتك وزيرتها في تشكيل حكومه جديده يعني. عايزين نعرف اول حاجه واول قرار هتصدريه لحمايه المراه المصريه في المجتمع الحالي. يعني هو الحقيقه المراه المصريه يعني عندها طبعا زيها زي اي انسان، يعني المراه انسان في النهايه، فعندها زي اي انسان عندها مشكلات، يمكن عندها مشكلات خاصه شويه نتيجه انها بتقوم باكتر من دور في المجال العام اللي هو الحياه العامه وفي المجال الخاص اللي هي في اطار الاسره. فانا اعتبر اول قرار هو ان نعرف اسال المراه نفسها تمام ما هي احتياجاتك، يعني لان احنا عندنا مشكله ان صانع القرار او متخذ القرار بيتخذ قراره بدون ما يسال الناس هم عايزين ايه. فانا اول حاجه اعملها ان انا اجيب عينه ممثله من النساء اسالهم انتوا محتاجين ايه، او هي الاولويات او الاشياء اللي هتريحكم. فهبتدي من الاخر يعني عشان ما ندخلش في السياسه وكده، لكن هبتدي من المراه العاديه اللي في الشارع. يعني المراه العاديه اللي في الشارع اللي بتنزل علشان تقضي اي حاجه، يعني تشتري مثلا تشتري مثلا اشياء للمنزل، او ان هي بتنزل علشان تروح الشغل. اولا لازم يعني تتمتع بالامان والحمايه الكافيتين بحيث انها تقدر تؤدي واجباتها وتؤدي هذه الواجبات بشكل مريح. احنا عندنا نتيجه الزحام ونتيجه بعض سوء التخطيط اصبحت المراه يعني بنقول عليها انها مستهدفه في الشارع، مستهدفه زيها زي الانسان ولكن مستهدفه بشكل اكبر كمان، نتيجة ان ما فيش ثقافة. المرأة كوضع مرأة في المجتمع دايما بتتأثر بثقافة المجتمع، وتتأثر بنسبة التعليم، وتتأثر ايضا بنسبة التنمير والتوعية ان هناك امرأة لديها حقوق وواجبات، وان دي اختك، وان دي امك، وان دي بنتك، وانها يعني تحتاج ولها حق زيك بالظبط انها تمشي في شارع جيد وشارع كمان امن. فاول شيء هعمله طبعا ان انا يعني هبتدي اوعي حملات توعية كبيرة جدا، لان عشان اغير الحالة دي لازم ان احنا نخاطب العقول. حملات توعية دي اهمية اولا احترام النساء، اهمية توفير الحماية لهن، لان احنا مجتمعات شرقية وكل الاطر الثقافية بتاعتنا والدينية بتحث على احترام الاخر وتحث على احترام المرأة. فانا مهتمة جدا بالشأن الثقافي والشأن التنويري شأن التوعوي، بحيث ان احنا نقدر بعد كده يعني كل المهام الاخرى الاقتصاديه والسياسيه بتيجي في مراحل لاحقه. فطبعا شارع امن للنساء كشعار حمله، تمام، شارع ايضا متعاون مع النساء كشعار حمله اخرى، شارع يسع الجميع، تمام، بدون اهانات. الامر الثاني اللي ممكن اخده طبعا بالتعاون مع الوزراء الاخرين، ان نتيجه برضو ان انا لازم اعمل كويك وينز او المكاسب السريعه اللي المراه تشعر بيها في الشارع قبل ما، لان حملات التوعيه دي بتؤتي ثمارها بعد فتره. ان اول حاجه اوفر لها مواصلات جيده، تمام، حتى امنع اي انتهاك لادميتها. حضرتك شايف المراكز اللي هتتعاون معاها لتحقيق الغرض ده؟ طبعا مراكز ايه؟ وزاره الاتصالات، حضرتك ممكن وزاره وزاره النقل طبعا، ده اكيد النقل والمواصلات دي مهمه جدا، ان نشوف ازاي نوفر للمراه وسيله مواصلات امنه بدون ما نتحم الشوارع. معلش يعني نعمل اوان دوبليكيشن او معلش نعمل التكرار. فدي مهمه جدا من الاشياء اللي انا بفكر فيها قوي، ان ازاي المراه تركب وسيله مواصلات
بدون ما يعني يحصل لها اي شيء. وكمان على فكرة يعني المرأة كمان ضد المرأة، يعني ما هو في ناس تركب مترو وتتسرق، مواصلات امنة بشكل عام، ولكن انا بتكلم على الامن النفسي والجسدي ثم الامن العادي لاي انسان يحب ان هو يستمتع به. فدي برضو الامر الثاني بعد التوعية والحملات والشارع الامن والمتعاون والشارع للجميع، هي وسائل المواصلات الامنة للمرأة، لانها بتنزل بالليل وبتروح الشغل، وفي ناس بتنزل بالليل برضو تجيب ولادها من اي مكان دروس او كده. حتى المرأة اللي هي فقيرة اصبحت حتى بترسل اولادها للدروس، او ترسل اولادها الى يعني زي مرحلة تانية او دورة تانية في المدرسة او جامعات تقوية، فبرضو بتحتاج ان تبقى امنة بالليل بشكل عام. فدي برضو من الحاجات الاساسية اللي هي اقلل بيها نسبة الاحتكاك بين المرأة والرجل في الشارع. ان كمان اخلي الرجل يعي، اللي عايزه تركب على فكره مواصلات مختلطه تركب، حريه شخصيه جدا، في امان في احترام طبعا، ولكن انا بتكلم على ازاي اعمل اجراءات وتدابير وقائيه تمام ممكن كل النساء يعني تقبل عليها. في برضو حضرتك برضو النساء مش شريحه واحده، شرائح مختلفه، ليه لا برضو ان احنا نفكر ممكن زي ما بيقولوا ايه الممارسات الناجحه الرجال ينقلوها او المجتمع ككل ينقلها، ان والله ممكن اوفر ايضا وسائل مواصلات مرفهه وترفيهيه للمراه القادره تمام، برضو امنه ولكن مرفهه، ممكن ادخل دخل بيها للبلد. فده فيما يتعلق بعنف الشارع وعمليه تعرض المراه لاشكاليات كبيره في الشارع وعدم تعاون الشارع مع المراه. طيب كلام حضرتك ده جميل، ان اني النقطه بتفرض نفسها وهي احترام مكانه المراه في المجتمع. حضرتك شايفه المجتمع حاليا بيميز بين المراه والرجل، ما زال فيه عنصريه وتمييز نوعي، تمييز نوعي ان ده رجل ليه حقوق، دي مراه ليها وعليها حقوق. لسه النظره دي لحد الان بتقيد المراه في بعض المجالات العمل في الحياه او في اسلوبها اليومي ومرافقها اليوميه زي ما حضرتك ذكرتي. للاسف النظره دي ما كانتش موجوده في المجتمع المصري، لكن وجدت، ابتدت توجد منذ يعني اقول ايه من السبعينات، منتصف السبعينات. ونتيجه طبعا ان احنا يعني المجتمع المصري برضو يعني وصناع القرار والمثقفين وقاده الراي ما حافظوش على الثقافه والهويه المصريه تمام، فبدات ان احنا نتجاذب هويات اخرى من الخارج. الخطاب الديني خطاب فهم بشكل خطا، تفسير النصوص الدينيه فهم بشكل خطا. احنا عندنا في المسيحيه المراه محترمه، في الاسلام طبعا المراه محترمه جدا جدا وربنا كرمها والرسول عليه الصلاه والسلام كرمها تمام، وكانت تشغل كل المناصب عشان ما نقعدش نقول الكلام المكرر. فبالتالي احنا عندنا يعني اساس فكري زي ما قلت، واساس قيمي واساس ثقافي نستند عليه، مش محتاجين نبتكره، احنا محتاجين نستدعيه مره اخرى ونوعي بيه الناس. المرأة بتتعرض لتمييز، تمييز في كل شيء تمام، ولكن هذا التمييز انا دايما بقول يعني ان لم تكن جزءا من الحل فانت جزء من المشكلة. مش معقول هسيب الراجل يجيب لي حقي تمام، انا لازم انزل اجيب حقي بنفسي، انا لازم انزل ابتدي اتفاعل مع النساء في مواقع القرار على اساس ان هم يحطوا قضايا تكافؤ الفرص في النوع الاجتماعي ضمن كل السياسات اللي هم بيتخذوها. تدريب، لازم اشوف ان المراه تحصل على التدريب وتكافؤ الفرص زي ما الدستور بيقول تمام، ولكن اخذا في الاعتبار ظروفها الاسريه او حاجتها الى ان هي توفق بين واجبات العمل وواجبات الاسره فاعوضها. لازم ان انا ايضا في المواصلات، لازم ان انا ايضا في المراكز القياديه، وانا يعني عندي يعني قناعه فكريه يعني ان ما يدار افضل هو الافضل. يعني الرجل ادار افضل افضل، المراه ادارت افضل افضل، المهم في النهايه الصالح العام وان النتيجه اللي بتخرج بتكون مفيده للجميع. نتيجه العمل نفسه تمام. تمام. طيب في ناس بتقصي دور المراه وتحدده باعتبارها امراه، فبالتالي ده بيعتبر نوع من الحرمان او تقليص التحديد لحريتها باعتبارها امراه، ده شكل من اشكال العنف بجانب الاشكال الاخرى اللي هي بتشوفها في المجتمع. والله يعني لو فرضت عليها فرضا وكانت لديها امكانيات وطاقات طبعا ده شكل من اشكال يعني زي قتل الاراده تمام، وقتل الاختيار، حريه الاختيار. لكن لو هي بارادتها الحره عايزه تقعد او مش عايزه تشارك هي حره. يعني لازم احنا ننطلق من فكره المظلوميه الى فكره الخيار والقرار واحترام الحريات. في رجال بيحبوا يقعدوا في البيت على فكره، وفي رجال بيحبوا يشتغلوا عن بعد، في نساء بتحب تنزل العمل كل يوم وفي نساء بتحب تشتغل عن بعد.
انا لازم المجتمع بتاعي لا يستوعب كل هذه الخيارات ويستوعب كل هذه الرغبات، وما ماشي التصنيف عشان ما وصلش المجتمع عنصري تمام، بيفرض اشياء نتيجة شعور طائفة باشياء اخرى. فالمرأة زيها زي الرجل تمام في المجتمع مواطن. فكرة المواطنة، ارجع لفكرة المواطنة، فكرة المواطنة في اطار الدولة المصرية بالهوية المصرية اللي هي هوية متلونة متنوعة ايجابية. لازم ان انا يعني اركز على هذا الامر. المرأة التي تريد ان تعمل لها الحق انها ان تعمل، وعندها ضمانات دستورية وعندها ضمانات قانونية وعندها ضمانات مؤسسية تساعدها على هذا الامر، خلاص فما عنديش مشكلة. المرأة التي لا تريد ان تعمل لديها ايضا ضمانات دستورية وقانونية تخليها مش عايزة تعمل، عايزة تقعد في البيت، عايزة تعمل عمل حر، عايزة تعمل عن بعد، لابد ان احترم ايضا رغبتها. طيب في عشان احنا ما يكونش دايما في مخيلتنا المركز اللي العاصمة والمدن الكبرى، في اماكن اخرى يعني نائية المرأة في اقاليم المحافظات عايزة وعندها طاقات ولكن ما عندهاش امكانيات. اروح انا بقى كفانا قرار اعمل اولويات للحركة واولويات لاتخاذ القرار واولويات تخصيص الموارد او صليها هي أو طبعا، لان هي لو ما عندهاش امكانيات لازم امكنها، يعني لازم ادربها واوعيها وبعدين اطرح لها المجالات او لا تفضلي انت وتفضلي اشتغلي. تمام، مش لازم يكون عمل مونوتون او عمل يعني تكراري يومي. ممكن والله افتح لها مصنع، ممكن لو عندها امكانياتها انها تعمل شيء، ممكن اشوف البيئة اللي هي عايشة فيها ايه هي الاشياء والصناعات اللي موجودها واحتياجاتها، مش كمان وقدرات مهاراتها، لا هي ممكن تكون قدراتها عاليه جدا بس عمل يتناسب مع البيئه اللي هي فيها. يعني ممكن في مثلا المناطق اللي عندنا، المناطق اللي هي المتباعده او المتراميه الاطراف. انا مثلا مره رحت سينا ولقيت عند في شمال سينا مثلا الشباب حكولي ان عندهم امكانيات ل احنا في قناه الصحراء والجمال، عندهم امكانيات لعمل مستحضرات تجميل نتيجه الطمي الوادي طمي الوادي والكلام ده كله. طب ليه مثلا ما يبقاش في والله شركات تروح ويبقى في توعيه وتدريب للنساء، والله في بوتنشال او في احتمال انك تقدر تعمل صناعه صغيره في ادوات التجميل، واي نوت، وبدربها في عندي صناعه الزجاج في سينا، احسن رمله طيور الرمله النقيه، في عندي تعليب وتغليف التمر. فلازم برضو لما باجي بتكلم على الحقوق والحريات والعمل والمجال العام، انا ما باخدوش كشخص، الشخص يقع في بيئه كمان اعلم ده يا دكتور. بالنسبه للاعمال المختلفه كالاعمال الاداريه والاعمال الحره، طب نيجي لدور المراه وعملها في المشاركه السياسيه. تمام، حضرتك شايفه لسه دور المراه مهمش في المشاركه السياسيه باعتبارها امراه وتقليص دورها في ادوار معينه، ولا شايفه ان هي خلاص تقلدت مناصب عاليه في المجال السياسي والمشاركه النيابيه والقضائيه؟ بصي حضرتك، المشاركه السياسيه درجات. تمام، انها تتولى منصب، انها حضرتك تنزل تشارك في الانتخابات، انها حضرتك تبقى فاعل سياسي لديه راي في النقابات والاحزاب والكلام ده. فلا استطيع ان انا احط كله في بوتقه واحده. المراه احكم عليها كانها يعني فاعله سياسيا تمام من ان انا اختبرها على هذه القاعده. ولم تكن ابدا في اي دوله من دول العالم عدد النساء سواء في الاداره الجهات الإدارية أو في المجالس النبية مؤشرا بأي حال من الأحوال على فعالية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. أبدا، متفهمة ده بالعكس المجتمع، إن كل ما المرأة تقلدت مناصب سياسية ده مجتمع ديمقراطي وبيتحقق فرصة من الحرية والاستقلال بشكل جديد. لا، ما هو حضرتك تتقلد مناصب سياسية، تتقلد مناصب سياسية مش مشكلة زي ما هي عايز الإفكتيف يعني الفعالية والتأثير ليه. ما احنا كان عندنا قبل 25 يناير وفي البرلمانات اللي هي في الثمانينات وفي التسعينات كان عندنا نسبة تتراوح من 3-4% من النساء الموجودات في البرلمان. طب انا هشوف فعالية النساء في البرلمان ايه؟ قدمت كم طلب وسؤال، كم احاطة، طلب احاطة، كم استجواب؟ في نساء كانوا قاعدين المكان اللي هي فيها اتأثرت ولا لا؟ لا، ودور فعال ونتيجة. يعني انا مثلا مش شرط النساء تصوت للنساء، قاعدة في العالم.
ومش شرط المرأة التي تتولى مناصب قيادية سواء في البرلمان أو غيره تتبنى قضايا المرأة، يمكن ما تكونش بيسميها جندر سنسيتيف أو ما تكونش عندها حساسية لقضايا النوع الاجتماعي اللي منهم المرأة، النوع الاجتماعي هو المرأة. تمام. فبالتالي أنا لازم أخرج من الشرنقة بتاعت إن المرأة مشاركة سياسية يبقى عندي 15 وزيرة و64 نائب برلماني وكده. طبعا وجود المرأة مهم مهم، بس مش بزيادة العدد وتقليل التأثير بتاعها، مش بالعدد، لكن أنا عايزة أدخلها عدديا، لأن لو حسبتها إحصائيا ما ينفعش يبقى نص المجتمع نساء أو يعني إناث. تمام. وبرضه تمثيلهم ما يكونش جيد، وفي نفس الوقت لازم اقيسها من ناحيه الحاجه العمريه، الناحيه العمريه، واقيس كم مستوى التعليم. انا علشان اوصل المراه والرجل لاي شيء لازم اعلم الناس كويس، واعلمهم تعليم مش تعليم بمعنى بيزنس وكمبيوترز والكلام ده كله، لا، تعليم زي ما دكتور طه حسين قال لنا، تعليم حياتي، العلم والفن والفلسفه، تمام، والمعرفه، دول البنى الاساسيه اللي بيبني عليهم الفكر الانساني. العلم بيشمل كل حاجه، علمي بيزنس، كمبيوتر، طب، هندسه، الكلام ده. الفن، تذوق الفن، الجمال، الارتقاء بالشخصيه، ثم المعرفه، ان انا اوسع مداركه من خلال الدين، هو الاربعه، العلم والمعرفه والفن والفلسفه. الفلسفه بمعنى ان انا اخليه انسان متسائل، انسان ما بياخدش الامر، المرأة كمان، ان هو مسلمات لازم يتساءل. عشان يتساءل يبتكر، ويبتكر يعني معناها يوجد حلول، معناها ان انا بولد في داخله وداخلها التفكير والابداع وملكة الحرية، ممارسة الحرية الذاتية، مش ان انا الحرية ان انا انزل بس انتخب. انتخاب مهم، الصوت الانتخابي مهم للمرأة، والمرأة بعد 25 اثبتت ان هي قوة انتخابية او صوت ابداعي لا يستهان بها كمان. فبالتالي حضرتك يعني تخيلي بقى المرحلة الجاية، كمان احنا داخلين على انتخابات نيابية، حضرتك هتشوفي يعني كيف تنعكس برامج الاحزاب، او كيف تنعكس وجود قوة انتخابية المرأة على برامج الاحزاب السياسية او خطاب المرشحين. لازم يقدم لها حاجة، تمام، او يبتدي داخل اللي هو داخل البرلمان، عندي والله قانون الاحوال الشخصية. طيب احنا بصدد ان احنا نرتقي قانون الاحوال الشخصية، مش نرجعه لورا كما قد كان قد يحدث. عندي مثلا قانون العمل، اشوف ايه الاشياء اللي المرأة ممكن ان هي احسنها فيها. عندي قانون والله الطفل، برضو المرأة لديها يعني برضو اهتمام بقانون الطفل، الاسرة كلها. عندي قوانين تتعلق بالعنف، تمام، القانون الخاص بالعنف، يعني هل الناس راضية عن الجزاءات الموقعة على مثلا الذين يمارسون العنف بشتى صوره. فمحتاجة ان انا اعيد النظر في هذه القوانين. هل بالضرورة الذي يعيد النظر في هذه القوانين ان تكون امرأة؟ ليس بالضرورة، ولكن هو المتوقع. معنا بعض الصور بتتناول تهميش المرأة، ونشوفها مع بعض. في تقريبا ده ضارب زوجته، فهي ترفع لافتة لا للعنف ضد المرأة، وهو بيضربها. دي صورة تانية، العنف الأسري، هنتناول في الموضوع دلوقتي العنف الأسري والعنف المجتمعي. برضو العنف الأسري، تسلط الرجل على الزوجة والأولاد، وهي بالتالي بتعيد التسلط على الأبناء. العنف الأسري برضو ده خارج المنزل وداخل المنزل في المجتمع الخارجي، هو بره البيت بصورة تانية خالص في الشارع، وجوه المنزل اتقلب وحش كافر. وهنا عنف الآباء على الأبناء. تمام. تمام. يعني يا دكتور، المرأة برضو ما زالت بتعاني رغم كل التطور ده من نوعين من أنواع العنف اللي بيشكلوا جانب سلبي في حياتها. العنف الأسري داخل المنزل من الزوج ومن الأبناء ومن البيئة المحيطة بيها، والعنف الأكبر اللي هو خارج المنزل في المجتمع. بتواجهه بقى في عملها، في وصولها للعمل زي ما حضرتك ذكرتي عن طريق وسائل المواصلات، انها تمشي في الشارع آمنة، محدش يتحرش بيها. حضرتك شايفة ازاي الاسباب دي نقضي عليها، وازاي تواجهها كوزيرة للمرأة؟ برضو هرجع اتكلم على التوعية، تثقيف والتوعية. استحالة ان انا يعني هيبقى الحل زي مثلا الولايات المتحدة الامريكية كول 911 لو في اي شيء، او الحق اعمل مراكز للباترد وومن او النساء المعنفات يروحوا يقعدوا مع بعض. يعني ده مش حلو. شفنا ده في الفترة الأخيرة، وزارة الداخلية أقرت
قسم او اداره خاصه لمكافحه العنف ضد المراه ويدير بعض الشخصيات في الشارع. مهم 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 شفنا ده مهم الفتره الاخيره مهم. ولكن انا بعتبر هذه الحلول تمام ليست حلول مستدامه. يعني الشرطه لا مستدامه يعني هي ممكن تكون فعاله في لحظتها في لحظه بدايه الحدث ولكن ما تجيبليش نتيجه واثر. لاني اكيد كل ما زاد العنف اكيد مش هنزل شرطيات اكتر. انا محتاجه اعالج الجذور. يعني يا دكتور القوانين جزء من العلاج وليس كل علاج. العلاج الحقيقي هو في التوعيه الناس نفسهم بالظبط. لان انا هديكي مثال في الولايات المتحدة الأمريكية اللي فيها نسبة أكبر نسبة عنف أسري وضرب للمرأة تمام. هو لما بيجي يقبض على الرجل اللي هو يعني مارس عنفا ضد المرأة سواء في أسرته تمام هو ما بياخدوش يحطه في السجن. ده بيعمل له دورات تدريبية وتأهيلية كبيرة جدا لمدة 3 شهور ويخرجه يقيس ويدخله تاني وهكذا. السلوك بتاعه يتطور وتغير للأفضل ولا لا؟ طبعا. لان احنا يعني لما نمارس العنف داخل الاسر الاطفال بيتشبعوا بهذا العنف فبيطلع عندنا جيل تاني عنيف ومعنف. فانا يعني ده وجهة نظري الشخصية ان لا يمكن القضاء على ظاهرة العنف في الشارع او داخل الاسرة بالشرطيين والشرطيين مع احترامي الشديد ليهم تمام وبفقط القوانين. لان انا مش داخله البيت معايا حضرتك القانون تمام. لازم يكون في دور اكبر لمؤسسات التنشئه الاجتماعيه اللي هي حضرتك المدرسه الاسره طبعا البيت او المدرسه تمام الجامعه النادي المسجد الكنيسه. يعني لازم الخطاب بتاعنا كمان يكون في موجه شويه لان العنف ده خطورته اسبابه. طيب ان ده ممكن في النهايه يؤدي الى التجريم القانوني ولكن يؤدي الى خلق اجيال يعني عنيفه اجيال مهتزه شخصيات مش منتجه. فمحتاجين ان احنا نوسع البؤره شويه بتاعتنا بحيث ان انا ما يبقاش كل حاجه عندي مواطن شرطي لكل مواطن. ليه؟ مش هيحصل. يعني انا محتاجه ان انا اقاوم نفسي بنفسي محتاجه ان انا اقاوم ربي ولادي صح. محتاجه ان انا يبقى عندي وعي بالخطا والصواب. وده الحقيقه مش ادوار المؤسسات الامنيه ده دور مهم جدا الاعلام. يعني الاعلام الحقيقه هو الاعلام ليه دور كبير جدا في تصحيح الصوره الذهنيه المغلوطه عن المراه في بعض المجالات وليه صوره في الاعلام والفن. حضرتك لو لاحظتي الافلام اللي كانت موجوده في الستينيات اللي انا بخليها فتره التنوير تمام ما كناش بنشوف فيها. يعني اعظم فيلم شفناه فيه عنف ضد المراه هو اريد حلا وما كانش حد شاف العنف مش عارف ده عنف لفظي بالظبط. انما حضرتك تصوري بقى من بدءا من الثمانينات تمام والتسعينيات طبعا والالفيه الثالثه اللي احنا بنشوف اشياء كبيره العنف ده بطريقه طبعا نتيجه طبعا ثقافه الزحمه ونتيجه عدم الوعي ونتيجه انتشار المخدرات والممارسات السيئه. يعني اللي هيعمل فعلا استراتيجيه لو وزيره او لو المفروض ما يشتغلش بدماغه لوحده ده يعمل لحضرتك قوه ضاربه وفريق عمل طبعاً. يجيب كل الناس المختصه والمعنيه دي تحط له خطه للتحرك مش ورق خطة الواقع ينقلون الواقع الحقيقي المجتمع بيعاني منه. ولازم انزل المجتمعات اللي تشهد بناء على دراسات عشان احنا مجتمع بقى لازم يمشي بالعلم شويه بناء على دراسات ان انا انزل المجتمعات اللي فيها او سجلت اعلى نسبه عنف عشان اشوف فيها ايه. لو فيها مخدرات ابتدي اتعاون مع الشرطه واتعاون مع علماء الاجتماع والنفس اشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو فيها هذه المجتمعات والله ضلمه ابتدي حضرتك انورها. لو هذه المجتمعات فيها مثلا اسر المراه معيله او فيها اسر مفككه ادور. انما الامور اللي هي بتمشي بزرار او حل لكل الاشياء دي اظن ان احنا يجب ان نتعلم مجرد اوراق ما تمش تفعيلها في الواقع. تمام. طب حضرتك نقلت لي نقطه ثانيه برضو اللي هو هل المجتمع حاليا مؤهل لتقبل ثقافه العنف وعلاجها؟ يعني حضرتك شايفه المجتمع المصري بعد ما وصل درجه كبيره من العنف في جميع المجالات في جميع الفئات العمريه هل هو مؤهل حاليا من شباب وازواج واصحاب مسؤوليه تجاه المراه ان هو يتقبل انه يصلح من نفسه؟ بصي حضرتك يعني كل المجتمعات في دول العالم كلها مرت بظروف ادفع من اللي مصر بتمر بيها تمام. مش هقول لك ما فيش يعني اكتر ظروف قاسيه مر بيها المجتمع مثلا الالماني انا مش عشان العنف وبنى نفسه بنفسه
تمام في الحرب العالميه، يعني المانيا اتهزمت مرتين في الحرب العالميه وقامت وبقت احسن حاجه، وفي خلال قد ايه؟ في خلال احنا بنتكلم زمان ما كانش فيه تكنولوجيا اتصالات فاكره المانيا بالنسبه بنتكلم في 20 سنه 20 سنه كوريا الجنوبيه حضرتك سنغافوره الناس دي كلها كانت بتعيش في عشر في الخمسينيات. طب دي دكتور ترجع لاراده الشعب نفسه عاوز يطور ويغير، ولا الحكومات قامت بقرارات فعاله وتابعتها لحد ما نتحس؟ بصي حضرتك الاثنين خلاص، بس بالاساس لازم يكون عندك رؤيه وفكر وحلم. رغبه في التطوير. لا رؤيه، سيبك من التطوير. رؤيه من كل الجهات الحكوميه. لا يا استاذ رؤية. حضرتك رؤيه من القاده. قاده الفكر اصحاب صناع قرار. قاده الفكر. حضرتك المجتمعات تنهض بالفكر بتتعب بالعلم ثم ياتي القرار والاداره والسياسه. تمام احنا بنبتدي دايما من يعني لو احنا بنبتدي بقمه الهرم بنبتدي من قاع الهرم. انا استحاله ان انا بقرار سياسي انهي العنف في المجتمع. اللي بيفكر كده بيبقى تفكير لحد ما محدود. انا محتاجه حضرتك ان انا يبقى عندي ملهم او ملهمه يبتدي يبص المجتمع المصري ده لماذا اصبح عنيفا بهذا الشكل. ابتدي ابص حضرتك على العمران، ابتدي ابص شوفي كام واحد في المربع قاعد وفي مربعات فاضيه. يعني عاملين توزيع الجغرافي طبعا علاقه مع احتياجات السكان اكتر من العنف. يعني ان انا تمام اولا الفرص ضئيله، حاسس ان انا مش واخد حقي. لا هي غير طبعا ان انا مش واخد حقي، الفرص ضئيله، المساحه الحركيه تمام صغيره تمام، في منافسه شديده تمام، في فالحاجات دي بتولد الغيره والحقد والحسد وعدم الثقه في النفس ومحاوله البقاء وكل الامور اللي بتؤدي صراعات تؤدي الى العنف. طب انا ابتدي بقى ايه افكك واعمل صحه نفسيه، ادخل والله مثلا في التعليم، ادخل الصحه النفسيه في التعليم زي ما احنا عايزين ندخل التربيه القوميه مره اخرى. الصحه النفسيه لا تقل اهميه عن التربيه القوميه. طبعا بتنشئ شخصيه قويه بالظبط. فلازم ابتدي اراجع المناهج اللي انا اعمل مثلا مساحات اكبر في المدارس لعمليات الابداع والابتكار اللي هو يعني حضرتك تقولي مثلا تجيبي المره الجايه واحده مثلا في المدرسه تقول لها لو حضرتك عايزه تبقي وزيره هتعملي ايه؟ خلي الناس تحلم. الابداع والاحلام عندك طبعا، خلي الناس تحلم لان هم اللي مدركين احتياجاتهم ايه اكتر تمام، ولا تاتي الامور من فوق. فلا بد ان احنا نبتدي ما نتكلم من الاداره الاهراميه الى الاداره المنبطحه ان كل الناس راسيه او افقيه. وده الاشياء الحلوه في المراه، ان المراه بتشتغل في نتورك، بتشتغل في شبكه تمام، ما بتحبش تشتغل في كتير من القيادات وفي دول العالم اسباب كده بتشتغل بشكل هرمي. فلازم ننزل شويه من الاداره او العمل الهرمي ده الى العمل المنبطح شويه، بحيث ان انا اوصل اكتر للقاعده العامه واشوف احتياجاتها وان احنا نتفاوض على هذه الاحتياجات ونرسم مستقبل، بحيث ان انا اقول والله مصر زي ما بحلم بيها بعد 15 سنه انا مش هشوف هذه الظاهره خالص، ظاهره العنف، او هشوفها هخفضها بقت دلوقتي ب 70 انا هخليها 40% تمام، وبعد كده اتطور وهكذا. تمام. طيب يا دكتور نيجي لبند المراه العامله، حضرتك هي اصلا بتحمل اعباء زياده عن عبئها الاساسي في رعايه البيت والاولاد والزوج وتكوين الاسره. حضرتك شايفه ان هي مظلومه ولسه ليها حقوق ما خدتهاش، زي مثلا التامينات الاجتماعيه والمعاشات، المكافآت والحوافز والمنح اللي تبقى محرومه منها، عدد اجازاتها في السنه وفي الشهر وفي الاسبوع بالنسبه للواجب الاضافي او العيب الزياده اللي بتقوم بيه عن الرجل. حضرتك شايفه حاليا دور المراه العامله في المجتمع ايه؟ دي حقوق وبعدين الحاجات. اولا مفيش حاجه اسمها المراه ما بتاخدش حقوقها زي الرجل، على فكره احنا مصر متقدمه جدا، المراه بتحصل على نفس الاجر على نفس العمل اللي يقوم بيه الراجل. اجازات هي لان القانون الذي ينظم هذا الامر بغض النظر. نظام العاملين المدنيين بالدوله قانون 47 78 والقوانين الاخرى، المراه مثل الرجل في هذه القوانين زي قانون العمل. مفيش الكلام ده خالص على المستوى القانوني، مفيش خالص. بالعكس احنا احسن من سويسرا تمام، واحسن من حاجات كتير في العالم. لكن انا بتكلم على الوظيفه العامه اللي دعوه بالقطاع الخاص. انا هجيلك فيها ان في تمييز بقى هيجي في القطاع هو ده معروف ان القطاع الخاص بيميز عن القطاع الحكومي طبعا. طبعا نتيجه ظروف العمل القطاع الخاص في بعض القطاعات في تمييز تمام، انما لما في العمل الحكومي لا مفيش تمييز خالص. لكن احنا بنيجي نتكلم على ازاي ان انا يعني ايه زي ما الدستور قال، فاعتقد في الماده 12 او 14
المادة سوري 11 ان انا اوفق ازاي بين واجبات المرأة في العمل وواجباتها في الاسرة. ده يقتضي ان انا ابتدي ابص مثلا ان انا ابتدي اشوف والله المرأة التي تتغيب في المنزل نتيجة رعاية الطفل او مثل هذه الامور لازم ان انا ابتدي اشوف اعوضها عن مثلا التدريب اللي فاتها. ممكن اعمل لها تدريب عن بعد، ممكن اعمل لها تدريب الكتروني. اوكي طب المرأة اللي هي مثلا في المجتمعات المحافظة زي الصعيد اللي ما تقدرش تخرج او تستنى بالليل نتيجة مفيش وسائل مواصلات، دول فعلا بيعانوا يا دكتور. ابتدي حضرتك ابتدي لما اجي اطور البنية الاساسية بتاعتي ان انا ابتدي الحتة دي احط فيها بنية اساسية معلوماتية بحيث ان الست تشتغل عن بعد. تمام تشتغل. ايه المشكلة؟ احنا كلنا معانا موبايل، كلنا معانا موبايل، هو ده هدف جميل يعني. طبعاً انا كمان بشعره لان في سيدات كتير جدا بيتمنوا العمل لكن البيئه زي ما حضرتك ذكرت العوائق والظروف. انا بسهل لها الامور وبسهل لها زي ما رجع تاني لاول حلقه مسائل مواصلات امنه. تمام وابتدي بتدرج 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 ابتدي اوصل لان هي تدمج. لان المشكلات في المجتمعات اللي هي لم تحظى يعني بنصيب كبير في وفر من التنميه زي مجتمعات الصعيد ومجتمعات الحدود. تمام المجتمعات المشكله عند المراه والرجل على فكره مش الاثنين، بس المراه بتعاني اكتر نتيجه الصبغه المحافظه الاكثر ان هي بيخافوا عليها تنزل ونتيجه الاعراف القبليه والبداوه والكلام ده كله. ان انا لازم ابص والله وانا لو عملت اتوبيس خلي المراه هي بس اللي تركب والراجل ما يركبوش التمييز. لا الراجل يعتبر ولا تخصيص؟ لا ده مش تمييز، ده بنسميه تمييز ايجابي. تمام تمييز ذاتي مش تمييز المراه او تمام نجاسه. وافادت على فكره الراجل ايضا بيبقى امن لان يعني زوجته واخته وبنته وامه مستنيه مطمئن ان هي عندها يعني وسائل الدوله موفره لها وسائل جيده. وده عنوان تحضر الدوله الى ان تتحضر يتحضر الافراد وتقدر المراه يعني توجد بشكل مختلط في الشوارع. تمام فلازم ان انا اخد اجراءات وقائيه في الاول الى حين ان انا اوصل بعمليه التوعيه والتثقيف والعمليات التعليم الى الدرجه اللي تمكنني والله بصي الى ادي التشويس اهو الاولاني ان حضرتك تركبي اتوبيس نسائي موجود وبنفس السعر، وادي التشويس ان حضرتك تركبي مختلط كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه. تمام فمش ما بحبش يعني ان احنا نطلق احكام مسبقه على الامور، لازم نكون يعني بنسميه اجرائيين اكتر. فبالنسبه للعمل العام مفيش هذا التمييز ابدا. نيجي القطاع الخاص ايوه تمام للاسف بيميز وهذا غير دستوري. وانا هتكلم على يعني شيء زي مثلا بعض البنوك يعني قبل 25 ظهرت انا شفت بعض الاعلانات ان احنا عايزين رجال. نتيجه طبعا ان هذه المؤسسات قايمه على الربحيه، تغيب المراه فترات طويله تمام ما بيخلوهوش يربح فبالتالي يفضل عمل الرجال. خلاص بص لافاده العامه مش بص لمصلحه العمل لكل لا هو بص لمصلحه العمل بتاعته الربحيه خلاص. ولكن واحده عايزه تشتغل يعني معناها ان انا بعد كده لو انا ماشيه بهذا الموضوع وده بقى دور مكاتب العمل صح تمام بقوانين العمل انا اراقب والقوى العامله اراقب. وانا واحده عايزه تدخل بنك هو ده بقى حضرتك التمييز. ان انا اجي ادخل بنك ولاقي ان انا داخله معايا كفاءه ونفس الشهادات وبس بياخدوا زميلي الراجل ده علشان النوع بس بالظبط بياخدوا زميلي ما ياخدونيش. هو يقول لي انت كويسه وشاطره بس حضرتك في نسيتي هتتجوزي وتخلفي هتتغيري عن العمل تمام وتلاقي زميلها يقول لها ايه طب انا اشيل مكانك ليه ما احنا زي بعض ما انت بتاخدي مرتب زي في اشكاليات. لازم الدوله هي اللي يرجع ليها الحكم ده هي اللي لازم تفتش وتشوف تمام عشان لا يتم يعني لان الحكومه لن تستوعب كل الجميع طبعا خلاص طبعا. وفي ستات وبنات مش فقط الحكومه عايزه تشتغل حر او عايزه تشتغل في قطاع خاص فبتيجي ساعات تضطر انها تضحي براتبها او تضحي بمهامها او تضحي باسرتها عشان خاطر تقدر ان هي تروح شغلها وتجيب دخل في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه. فتلاقيها مجنونه يعني ماشيه الصبح تنزل لان احنا حتى عملنا مره كبيره جدا طبعا من بدايه اليوم يعني عمل مشاق متواصل من الساعه السادسه صباحا الى الساعه الثانيه عشر مع تنقلات متواصله طول اليوم. ما بقولش ان الرجل لا يشارك، اكيد الرجل لا يشارك ولكن ليس في كل المجتمعات في مصر. تمام لو شارك يا دكتوره هي فعلا نسبه الاعباء عليها كزوجه وام بترعى اولاد بترعى منزل وبترعى زوج مسؤولياتها فعلا متعدده وكثيره في اليوم. مسؤولياتها متعدده وكثيره في اليوم عشان كده انا لازم اوفر لها كافه السبل. تمام وكمان الظروف الحياتيه اصبحت صعبه صعبه جدا فلازم ان انا اعمل زي ما بيقولوا ايه مساحه اكبر للعيش والحياه
في القطر المصري في مصر المحروسة، مش عايزين نتكدس كلنا في المربع ده. لازم ابتدي كمان اشجع الناس انها تخرج عشان اجيب لهم مساحة للحياة واخفف من الضغط والعنف. تمام. وادي ايضا مساحة يعني ايضا للتنمية. فده بيأثر ايضا على المرأة وعلى كل ما تتعرض له المرأة، يمكن تلاقي يعني فرص افضل. تمام. طيب بشكل نهائي كده دكتور، هنلخص العنف ضد المرأة وهاخد رأي حضرتك في بعض النقاط سريعا. العنف اللي بتتعرض ليه المرأة بيتمثل داخل المنزل وخارجه، المرأة اللي بيتم التحرش بها في الشارع عايزين علاج سريع بيها برضو، المرأة اللي بتعاني من قانون الخلع هل هو ظلمها ام هو يعني نهى حقوقها تماما، المرأة اللي بتعاني من حياة اللي مش قادرة تعيش فيها نظرا لانها تم تحجيمها في دور المرأة، حضرتك بتحددي النقاط العلاجية ليها سريعا؟ لا يعني اول حاجة طبعا عمليات العنف الاسري ده محتاجة طبعا توعية لاي اتنين هيتجوزوا خلاص في البداية، يعني من قرار خبروا من العلاج هم عملوا ايه، يعني جاي حقوقك وواجباتك تمام، يعني اليوم دلوقتي على الوثيقة اللي هي 7 ورقات دي. لا لازم يكون في حضرتك نوع من انواع التوعية كمان، يبقى مراكز او كده قبل ما تتجوز وشوف حقوقك وواجباتك وان دي مفروض انت توفر لها الحماية وانه 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 تمام. فده امر خلاص. الامر الثاني بالنسبة للشارع، لا الشارع فيه اشكالية اخرى لان في قدر الاختيار الخاص بينتقل للشارع بيبقى فيه حق وواجبات وفيه قانون داخل الحياة الخاصة العامة، فيه قانون قانون يطبق على الجميع، فلازم هنا يبقى فيه رادع وبالتالي لازم تشديد العقوبة. انا مع تشديد العقوبة على المتحرشين وتشديدها تشديد كبير جدا تمام، وتشديد العقوبة في التو واللحظة، يعني زمان يقولك جرسه تمام، لابد ان هو يتخذ ضده اجراء للأسف الشديد. ولازم يميز القانون هنا بان فيه متحرشين اطفال كبار 18 سنة وكبار، فده ليه اجراءات للردع والحساب وده ليه اجراءات للردع والحساب بحيث ان انا اقفل ده واردع ده واعاقبه، فده امر مهم. وبعدين لازم الناس تفهم يعني ايه تحرش. التحرش مش معناها ان واحد يمسك حد اسفة يشد من هدومه او شعره او ان هو يعتدي عليه، في اشكال اخرى كثيرة من التحرش، من الاشكال اللي بينتهي هو الاخر بالضبط، التحرش اللفظي، التحرش بالاشارة، يعني المساومة ايضا الحصول على الخدمات. فده منتقل لنقطة نقطة نهائية نختم بيها ان شاء الله، اللي هي قانون الخلع هل ظلم المرأة ام انه انتهت بعض حقوقها، ولا الخلع حق في الاسلام تمام، فبالتالي تم تقنينه بشكل قانون واضح. فالخلع يعني خيار موجود، ولكن احنا يعني فهمنا الخلع غلط ان المرأة عشان يعني تنهي حياتها الزوجية تنزع عن كل حقوقها. مين قال الكلام ده؟ كان مش موجود، كان في محاولات كده لبعض التشويه. لا 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 تتنازل عن حقوقها خالص. هنشكر حضرتك يا دكتور على المعلومات الجميلة دي، وعرفنا حضرتك النهاردة حاجات جديدة كده، يا رب ان شاء الله تكون افادت مشاهداتنا. شكرا لكم، وشرفتنا معانا النهاردة دكتورة غادة النساء استاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان شاء الله تكوني حضرتك معانا مرة تانية. نشكر مشاهدينا ونشوفكم في حلقة جديدة من وزارة النساء. Tell me,